السلام عليكم. نبدو توا في الزيادات او السلايدات الجديده في اليوفي التراكت. نبدو فوق سلايد. السلايد هي لما نجي نشبحوا لها عندي تتكون من صورتين. نشبح للصوره الاولى، واضح هنا الكورنيا فيها بيجمنتيشن ومنقطه. هما اللي تشبح فيهم هما المنقطات اكيد الكيبي اللي هما الكيراتيك بريسيبيتات. ولما جيت تركز لو قسمنا الكورنيا ثلاثة اجزاء، الجزء الفوقي شبه ما فيش كيراتيك بريسيبيتات، الجزء الوسطي فاسته شويه، واغلبيه الكيراتيك بريسيبيتات الترسبات هي اللي هي عباره عن انفلاماتوري سيل موجوده في اللور تيرد. لما نشبح الصوره الثانيه هنا عندي هو التجمع الابيض، هو هذا هيبوبين اللي هو عباره عن بص في الانتيريور تشامبر. لما نجي نشبح البيبل، البيبل هنا شكله irregular وشكله كانه فستون دي بيبل. كلمه فستون دي بيبل معناها بيبل على شكل ورده، وعاده الكوز بتاعه اللي هو بوستيريو سانيكيا. انا عندي كيراتيك بريسيبيتات وحجمها ركزوا هنا سمول، وعندي هيبوبين، وعندي irregular بيبل شكله فستون دي بيبل. واتس يور دايجنوستس؟ اكيد ما دام الصوره هذه كافيه، ما دام لقيت الكيراتيك بريسيبيتات هذه حتكون anterior uveitis، وما دام الكيراتيك بريسيبيتات هنا سمول فعادة حيكون اكيوت anterior uveitis. احنا نكتفي بإجابة anterior uveitis. منشن ذا تريتمنت بريفلي. رقم واحد تريت اندرلاين كوز، رقم اثنين بنعطي ستيرويد، رقم ثلاثة بنعطي ميدريتك اند سايكلوبليجيك، واشهر دواء اللي هو الاتروبين. السلايد اللي بعد لما نجي هنا قال لك وات ار ذا فايندينغ، شنو هي الفايندينغ اللي تشبح فيها؟ اول فايندينغ هنا عندي لو نجي تركزوا عندي irregular بيبل بالشكل هو بالطريقه هي الريجولر. ثاني فايندنج عندي لاحظوا هنا البيبل عادي 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 صايله مدري يس، لكن الشيء هذا تحسه كان الايرش شات في اللنس. هنا في ادهيجن، هنا في ادهيجن، هنا في ادهيجن، وهنا واضح وهنا واضح، وهنا شكله كان في ادهيجن لكن شكله الايرس نفصل. هنا لما نجي نلقوا ادهيجن لما الايرس بيلصق هنا بيلصق في اللنس، ولما الايرس يلصق في اللنس معناها دي بوستيريو سانيكيا، معناها الفايندنج بتاعي هنا حتكون irregular pupil posterior sinica. What are the causes؟ أشهر زوز أسباب بتدلي irregular pupil posterior sinica أكيد الأنتيريو uveitis، وبدرجة أقل اللي هي التروما. نمشي السلايد اللي بعد حتى هذه السلايد توضيحية. هنا طبعا في واضح إن في ريد آي. هنا لما جيت تشبح البيبل صايلة مدرياسس عادي فري فري مدرياسس، لكن هنا تحس ان الايرس شاد في الحاجة اللي وراه اللي هي اللينس، وما دام الايرس شاد في اللينس معنى هذا بيكون posterior sinica، والموست كومون كوز للبوستيريور سانيكيا اللي هو اليوفيايتس الانتيريور يوفيايتس. هنا استوى هذا السلايد حلو وتعتبر سلايد جديدة. لما نجي نشبحه هنا للوهلة الأولى بتقول لي هنا في مدرياسس وهنا مدرياسس، باهي صح. وللوهلة الثانية بتقول لي ان هنا في كاتركت لأن في اوباستي في البيبل، وهنا لا، يقول لك باه كويس. ولو نبيك تركز شويه الايرس هو لونه مش زي هو، معناها هيتيروكروميا. هيتيروكروميا زايد كاتاركت تساوي فوكس هيتيروكروميك اريتوسايكلايتس. ولو تركز شويه العين هي فيها كاتاركت، وهذه واحده من الكومبليكيشن لما نقول فوكس هيتيروكروميك اريتوسايكلايتس معناها يوفيايتس، واليوفيايتس واحده من الكومبليكيشن الوحيده للكاتاركت. رقم اثنين الفخص هيتيروكروميك من اسمه فخص هيتيروكروميك اريدوسايكلايتس بيدي لي هيتيروكروميا. ولو انت قاري مليح الفخص هيتيروكروميك اريدوسايكلايتس حيدي لي هيتيروكروميا نوعها هايبوكروميك، يعني بتنقص لون الايرس. وبالفعل لما تقارن الايرس هذا بالايرس هذا هنا تحس اللون هافت. صار معناها لما نلقى كاتراكت يونيلاترال ونلقى هيتيروكروميا معناها ده موست لايكلي حيكون فخص هيتيروكروميك اريدوسايكلايتس. واللي مخليني مستريح ان البيبل هنا شكله ريجولر ما فيش بوستيريور سينيكيا، واحنا نعرف ان السبب الوحيد اللي يدي لي انتيريور يوفيايتس من غير بوستيريور سينيكيا، وما دام من غير بوستيريور سينيكيا معناها البيبل حيكون ريجولر، معناها هذا الفوكس هيتيروكروميك اريدوسايكلايتس. لخص الموضوع لما تلقى هيتيروكروميا والهيتيروكروميا هي او العين اللي فيها هيتيروكروميا يكون لونها او لون الايرس اقل من الايرس الثاني، ونلقى فيها كاتراكت والبيبل شكله ريجولر يعني ما فيش بوستيريور سانيكيا، انا ده فخص هيتيروكروميك اريدوسايكلايتس. ممكن نديروا قاعده، القاعده هذه مش صح هلبه لكن تساعدنا، هيتيروكروميا زائد كاتراكت تساوي فخص هيتيروكروميك اريدوسايكلايتس. واتس يور دايجنوسيس؟ فخص هيتيروكروميك اريدوسايكلايتس. وات ار ذا بوزيتيف فايندينج؟ دايليتد بيبل في العيون الزوز، كاتراكت يونيلاترال كاتراكت في الرايت اي، وهيتيروكروميا. نمشي السلايد اللي بعدها. حتى هذه فخص هيتيروكروميك اريدوسايكلايتس لما تجي تشبحها هنا، هنا واضح فيه هيتيروكروميا، هنا تحس اللون هافت وهنا ذاك شويه، وهنا تحس ان فصل البيوبل فيه كاتاركت.
كاتراكت زائد هيتيروكروميا معناها تساوي فوكس هيتيروكروميك اريوسيكاس. والبيوبل هنا شكله ريجولار، ما دام ريجولار معناها اني ماشي صح، لان الفوكس عمره ما يدير لي الريجولار بيوبل، لان ما يديرش بوستيرير سينيكي. السلايد هي طبعا شبحنا منها هلبا صور في الفيديو الاول، لكن بنزيد نشبح صور ثانيات باش نتعودوا على الصور. لما تجي نشبحها هذه واضحه انها ايرس كولوبوما، لما تجي تشبح للايرس هنا تحس ان الايرس شكله غريب، لكن ترى نرسم البيبل، لو رسمنا البيبل بالشكل الدائري هو تحس كانه في جزء ناقص هنا، هو في جزء ناقص من البيبل من الايرس. لو احنا الجزء هو موجود حيكون لون شكل البيبل دائري، الجزء هو اللي ناقص هو اللي تشبحه فيه هو، وشكل التراينجل هو يسموه فيه ايرس كولوبوما، يسموه فيه ايرس كولوبوما. لما نجي نشبح هنا برضه هذه الصورة أوضح، هو البيبل المفروض يكون، وهنا في جزء ناقص هو اللي هو جزء هو وشكله تراينجولا، معناها هذه ايرس كولوبوما. واحنا زي ما قلنا في الفيديو الأول كلمة ايرس كولوبوما معناها كونجينيتال تراينجولار ديفكت، وبالفعل هنا في جزء مفقود وشكله تقريبيا تراينجولار. ولاحظوا ديما الكولوبوما تكون داون وورد، وعادة عادة داون وورد ونيزل، يعني تكون قريبة من شنو؟ من النص. حاجه ثانيه، لو جاء قال لك امتى البرزنتيشن نتاعها، البرزنتيشن نتاعها ات بيرث، الشخص ينولد بها، لان هذه كونجينيت عمرها ما تكون اكوايرد. هذه صوره ثانيه حلوه، هنا طبعا الكولوموما واضحه في الشخص هو وبايلاترال. هنا لما نجي نرسم البيبل المفروض يكون شكله راوند، لو انا رسمت البيبل راوند حتحس ان في جزء ناقص هنا شكله شنو؟ ترينجولار. نفس الشيء في العين الثانيه، هذه ايرس كولوموما بايلاترال. الصوره هي مش واضحة هلبا، لكن حتى هذه ايرس كولوبوما لو فرضنا ان احنا نزلنا اللور ليد هو شوية، انا متأكد انه حيكون هيك شكل البيوبل، كأنه في جزء ناقص هنا من البيوبل. شو شكله؟ تراينجولر. نفس الكلام هنا، لو فرضنا ان هذا البيوبل هنا في جزء ناقص وشو شكله؟ تراينجولر، معناها حتى هذه ايرس كولوبوما. نخش على سلايد واحدة ثانية، بريفرال ايريدوتومي، من السلايدات المهمة. لما نجي نشبح هنا السكليرا والكونجكتايف اكوايت، الكورنيا شفافة، هذا الايرس البراون، هذا البيوبل، تحس هنا كأنه في اماتيور كاتراكت، ما يهمنيش، هنا واضح الليج اللي احنا نبوه، هذا بريفرال ايريدوتومي. وزي ما شرحنا في الفيديو الأول، البريفرال ايريدوتومي يعتبر واحدة من استخدامات الياج ليزر، ولو ما عنديش ياج ممكن ندير حتى بشني بالارجون ليزر. حتى دي صورة واحدة تانية توضح البريفرال ايريدوتومي. علاش قلت بريفرال ايريدوتومي في الصورة هذه والصورة هي؟ أول حاجة لأن هنا الشكل ما كانش تراينجولر، كان شكله راوند أوفل، ما وصلش للأيرس روت، بعيد على الأيرس روت. طبعا عادة احنا نحب ونفضل نديرو بريفرال ايريدوتومي في الساعة 12، لكن ما فيش إشكالية لو درتها في أي مكان، لأن الفتحة عادة بتاع البريفرال ايريدوتومي صغيرة، فمش حتكون خطيرة لدرجة إنها حد اللي يوني أوكليير ديبلوبيا. هنا درناها في الساعة 1 الواحد ونص هنا بالشكل هو، وبعيدة على الايرس روت وشكلها راوند أوفر بالشكل هو. نفس الفكرة هنا، هنا واضح طبعا هذا الايرس بالشكل هو، أكيد الشفافة اللي قبلها حتكون الكورنيا، هذه الزوز علامات الضي، هنا شكله في نيفس توحيمة هنا على الايرس، وهنا واضح إنه في بريفرال ايريدوتومي شكلها راوند أوفل بعيد على الايرس روت، وهنا بدارينا تقريبا في الساعة 9 حتى هذا بريفرال ايريدوتومي. هي سلايد جديدة صعبة شوية، لكن لما جيت تشبح للسلايد هي واضح إن هذا القهوي الايرس، والأسود هو البيوبل، وتحس هنا في الحواشي متاع البيوبل كأنه في ماسس صغيرة، هي حبوب هما نديول، النديول هما الحبوب هما يسموا فيهم كوبي نديول. الكوبي نديول هما انديكيت ان انا عندي كرونيك جرانيلوماتس يوفيتس. طبعا الكوبي نديول هي عبارة عن ايرس نديول، احنا زي ما نعرف الايرس نديول مش موجودة الا في الكرونيك انتيريور يوفيتس، ومش اي كرونيك، الكرونيك جرانيلوماتس زي الديبيت توكسوبلازموزيس السيفلس، الحاجات متاع الجرانيلوما هي حصرة متاع سنة ثالثة. الحصيله الايرس نديول انديكيتد كرونيك جرانيلوماتس. طبعا الايرس نديول في منها ثلاثه انواع، في باسكا، في كوبي، وفي برلينز. البرلينز تبان في الانجل بتاع الانتيرو تشامبر، الباسكا تبان في الستروما بتاع الايرس، والكوبي نديول هما الماسز هما يبانوا في البيوبيلاري مارجن، يعني في حواشي البيوبل. واتس ذا فايندينج كوبي نديولز، واتس ذا كوز كرونيك جرانيلوماتس انتيرور يوفيتس، وهنا عاده الكوز يكون مثلا تي بي. صورة واحدة تانية هنا، زي ما تفهمنا قبل في الفيديو الأول، لما نلقى بقع بيض فصل الأيرس، معناها هنا الأيرس هذا صاير فصل فايبروسس، ولما يصير لي فايبروسس في الأيرس معناها هذا أيرس أتروفي. What is the finding? Multiple iris atrophy.
What is the cause؟ طبعا هي فيها هلبة أسباب، ممكن acute congestive glaucoma، ممكن trauma، ممكن حتى أيريدو سايكلايتس. في سلايد واحدة تانية حتى هنا شبحنا لها سلايدات قبل في الفيديو الأول. هنا لما نجي نشبحه هذا الأبر ليد، هذا اللور ليد، هذه السكليرا، هذه الكورنيا الشفافة. هنا ما تفهمش هذا شنو البروزات الكحلة ما، وهذا الأحمر شنو، وهذا السودا شوية مني. هي اللي تشبحوا فيها الدائرية هذه، هذه اللينس، وهذا الأحمر هنا هذا الريد ريفلكس. باه كويس، شو اللي صاير بالضبط؟ اللي صاير هنا ان احنا سلطنا الضي، الضي خش عكس له الاحمر وطلع. هنا لما جيت تركز ما فيش ايرس، هما الكحل اللي تشبح فيهم بقايا الايرس. واحنا تفهمنا لما ما فيش ايرس او جزء من الايرس ما هناش نسميها اناريديا. كلمه اناريديا ابسنس اوف ايرس، ممكن الابسنس هو يكون كومبليت، ممكن يكون شيني ان كومبليت. طبعا هي الصوره ممكن صعبه شويه لان احنا مدارينها بحاجه اسمها ريتو اليومينيشن، يعني احنا نشبح توا في الايرس بانعكاس الضي اللي جاي من الريتينا. لا تنسونا من صالح الدعاء، موفقين وان شاء الله ديما نتلاقوا على خير يا رب.